السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، عدنا والعودة أحمد يا جماعة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة إخواني أخوات داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا جزيلا الشكر أوفياء، شكرا لكم يا الناس طيبين، يا الناس الحلوين، يا الناس الأعزاز. أتمنى لكم السعادة وطول العمر ودرية صالحة إن شاء الله، ورمضان كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. إذا من مكناس إخواني من حي الزيتون سبتة، إن شاء الله وصولنا إلى الهديم، وإن شاء الله أتمنى الخير للجميع إخواني أخوات والسعادة لقلوبكم الطيبة. هذا ما يسمى إخواني أخوات ببني محمد، هذا هو بني محمد يا إخواني أخوات، يا الناس الحلوين كي عاملين كي راكم فاعلين. وشكرا على تعليقاتكم، شكرا على المشاهدة، شكرا على المتابعة، شكرا على الحب والصداقة والصدق. ونتمنى لكم دائما وأقول لكم أحبكم في الله، وأتمنى لكم الخير إخواني أخوات. يا الناس الحلوين، يا الناس الأعزاز، يا الناس الحلوين، شكرا لكم، شكرا. أنا يا أخوتي إذا بغيت تمشي عليا من ديك غادي نخرج شاري الصواني، إن شاء الله غادي يديك ليا الهديم إن شاء الله. هادو اخوتي قدامكم سي لي غران طاكسي اللي كتشوفوا الجديد في مدينة مكناس، وهنا يا اخواني يا اخوات مدرسة يوسف بن كشافين، وهناك مدرسة المعلمين. اذا سبتة يا اخواني يا اخوات، انتم تشاهدون سبتة وابن محمد يا اخواني يا اخوات، فقط تفصلهم الطريق. هناك تكون واحد السويقه يا اخواني اخوات، انت حتى لك الفرصه ان تصل الى بني محمد او سبات، هناك السويقه زوينه ديال الخضره مع هاد العواشر مع هاد رمضان. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تعالى ينقش شويه من الغلاء، لان يا اخواني اخوات لما تشاهدوا البصل ب 12 درهم او 15 درهم، البصل كنقولوا شحال هادي لا فيش قيمه، لان البصله ها هو ذاك البصله عندها القيمه. البصله يا اخواني يا اخوات بين 12 درهم و 15 درهم البصل. اذا نتمنى سبحانه وتعالى يقشف شويه علينا ويفرج شويه علينا بهذا الغلاء، لان هناك عائلات فقيرات، هناك الناس مع هذا رمضان يا اخواني يا اخوات. اذا نتمنى ان شاء الله الخير، اذا نتمنى ان شاء الله الخير يا اخوان، نتمنى الله سبحانه وتعالى مع هذا رمضان الكريم يخفف علينا هذا الغلاء، تعرف الفقراء يلقاو ماشي يدوزوا رمضان، لان اخواني اخواتي اذا كانت البصله ديال 15 درهم والمطيشه ديال الطوميطوس ديال 13 درهم 240، باش غيدير الانسان هاد الحريره هادي؟ باش غندير هاد الحريره يا خوتي؟ باش غندير هاد الحريره؟ قولوا لي باش غتطلع هاد الحريره هادي؟ هو تعرفوا التقاليد الدولة المملكة المغربية، التقاليد العادات ديالنا، نهار الجمعة الكسكس، إلا ما درتيش كسكس نهار الجمعة بحال ما كاين والو نهار الجمعة، ورمضان إلا ما درتيش الحريرة في الطبلة راه ما كاين والو. إذا نتمنى سبحانه وتعالى يقص علينا من هذا الغلاء، ونتمنى إن شاء الله الخير للجميع، ونتمنى رمضان مفارق للجميع، ونتمنى لكم السعادة، ونتمنى لكم الخير. ونتمنى سبحانه وتعالى رزقكم حيث لا تحتسبون. إذا نتمنى فقط لكم يا إخواني أخوات شوية الصبر، شوية الصبر يا إخواني أخوات، وما أفضل من الصبر الجميل هو الرضا بما قسم الله لنا بدون شكوى. هذه يا إخوتي إخواتي هذه الرياض، حي الرياض كما تكلمنا، إذ هناك في الرباط الرياض، حتى أنا هناك حي الرياض يا إخواني أخوات. وبعد حي الرياض سنصير إلى عديم.
سيطرة يا هدى للترى، سيطرة يا هدى للترى، ما يفكرنيش. إذا إخواني أخواتي أقول لكم شكرا جزيل الشكر، شكرا يا الأوفياء، شكرا ناس طيبين، شكرا ناس العزاز، شكرا ناس اللي تبغينا من قلبها ماشي من فمها، لأن الحب أفعال وليس أقوال، الحب اهتمام وليس إهمال. مثير خوت كلمات الحب راه قليل كيفهم اخوتي، راه قليل كيفهم الكلمات فيها حب، كلمتين الحب والحول بها كتبان لك ساهله ماهله، ولكن الا فتختيها مزيان وحللتيها غادي تعطيك عده معاني، هي حب الله، حب الرسول، حب الوالدين، حب الاصدقاء، حب الاحباب، حب الاخوان، حب الاخوات. اذا اخواني اخواتي اقول لكم شكرا جزيلا الشكر ومع السلامه.